السلام عليكم ورحمة الله. طلابنا الأعزاء، طلاب شركة آفاق التعليمية، سعدنا أن نواصل دروس فيزياء واحد، ودرسنا اليوم استكمال لآخر درس في الفصل الرابع، درس قوة التأثير المتبادل. طبعا احنا الدرس الرابع كان فيه 3 دروس، خلصنا الأول والثاني، واليوم بندرس الثالث. الأول والثاني كنا مركزين فيهم على قانون نيوتن الأول وقانون نيوتن الثاني، وكان عرفنا القوة، والقوة دي بتسبب تسارع، والقوة دي ممكن تبقى قوة مجال أو تلامس. كل ده درسناه في بداية الفصل الرابع، ودرسنا محصلة القوة أو القوة المحصلة ممكن تساوي ام ايه، ده قانون نيوتن الثاني، أو ممكن تساوي القوة المحصلة بتساوي صفر لو الجسم متزن، والاتزان بيتحقق في حالتين، لو هو ساكن او سرعته منتظمة. طيب احنا هدفنا، الاهداف اللي احنا عايزين نحققها هنا، ادي الاهداف بتاعت الدرس، وادي المفردات اللي هي بتاعت الدرس كامل. الأهداف اللي عندي نعرف قانون نيوتن الثالث، ده أول هدف، يعني نخلص الدرس نبقى عارفين ما هو قانون نيوتن الثالث. الهدف الثاني هنتكلم على قوة الشد، إيه هي قوة الشد ديت، ونربطها بقانون نيوتن الثالث. وبعد كده ناخد القوة العمودية وبرضه نربطها بقانون نيوتن الثاني. طبعا هي ممكن قوة الشد والقوة العمودية الاتنين بيرتبطوا بقانون نيوتن الأول أصلا، قانون الاتزان، وتبقى أسهل كمان في حل المسائل، وهنشوف الكلام ده. عندي فيه 3 تعريفات أو 4 تعريفات مهمة: تعريف الأزواج، التأثير المتبادل، قانون نيوتن الثالث النص بتاعه مهم، وقوة الشد تعريفها، والقوة العمودية تعريفها. يبقى دي الأهداف التي نسعى لتحقيقها في درسنا، ودي المفردات اللي احنا لازم نكون فهمناها كويس مع نهاية الدرس إن شاء الله، وسيتم قياس هذه الأهداف والمفردات في نهاية الدرس. طيب الكتاب عندك صفحة 112. طبعا أنا دايما بحب أستعرض الصفحات بتاعة الكتاب علشان يبقى فيه مادة علمية في إيديك وأنت شغال، حاطط الفيديو قدامك أو مشغل الفيديو معاك، ومعاك الكتاب والقلم في يدك، بتبقى قدامك المادة العلمية، بتبدأ تخطط، بتبدأ تسجل في الدفتر، توقف الفيديو في أي لحظة علشان تحقق الفايدة الكاملة من إيه؟ من الدرس. طيب هذه الأهداف اللي احنا قلناها هي تقدر تخططها في الكتاب، وهذه المفردات اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب باختصار شديد، أول نقطة هناخدها اللي هي أزواج التأثير المتبادل. تخيل انت رحت مثلا تصطاد في مكان ما، وانت ماسك البندقية اللي بتضرب بيها، حاططها على كتفك كده وبتضرب، لما انت بتضغط عليها بقوة كده بتنطلق منها قذيفة. أثرت عليها بإيش؟ القذيفة دي اتأثرت بقوة، فردت بقوة معاكسة لها في الاتجاه، فانت بترجع لورا. دي قوة اسمها قوة رد الفعل. لو انت مثلا واقف وفي هنا مركب باتيناج او مركب عجل في رجلك، وجي واحد صاحبك برضو هنا واقف اهو مركب عجل، لو انت جيت دفيته كده هيطلع لقدام، وانت نفسك هترجع لورا كردة فعل. هذه بنشوفها كتير في حياتنا. مثلا لو انت ماشي على الارض، المشي الطبيعي، انت بتأثر على الارض بقوه، الارض بتأثر عليك بقوه، بتدفعك للامام ايضا. يبقى القوه بتكون على شكل ازواج، هذه بسميها زوجية التأثير المتبادل. ايه تعريف زوجية التأثير المتبادل؟ قوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الايش، في الاتجاه، يطلق عليها قوات الفعل ورد الايش، الفعل. طيب هنا في سؤال هيخلينا
شايف الصورة هي زوجية التأثير المتبادل، زي ما انت شايف كده تأثر على الجسم بقوة، فهو بيأثر بقوة ايه معاكس. القوتين دولت قوة فعلك وردة الفعل اللي بترجعك اسمها زوجية التأثير المتبادل. طيب ده بيخلينا بيفتح لنا الباب لإيه؟ لقانون نيوتن التالت. يبقى احنا أول هدف حققناه أو أول مفردة عرفناها أزواج التأثير المتبادل، قوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه، ويطلق عليها الفعل ورد الفعل. نيوتن صاغ القانون، قال لك إن جميع القوى تظهر على شكل إيش؟ أزواج. جميع القوى على شكل أزواج، وتؤثر قوة كل زوج في جسمين مختلفتين وهم متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه. أو لو إحنا لو الجملة الدارجة اللي إحنا دايما بنقولها إن لكل فعل رد فعل، أو لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه. يعني إيه؟ يعني أنا لو عندي جسم مثلا، الجسم الأول يؤثر في الجسم الثاني بقوة، فإن الجسم الثاني يؤثر بقوة في الجسم الأول مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الإيه؟ في الاتجاه. هذه اسمها الصيغة الرياضية بتاع قانون نيوتن الثالث. طيب هنا في سؤال أتوقعه من أحدكم، وجميعكم إن شاء الله طلاب أذكياء. لماذا لا تلغي القوة الأخرى؟ يعني ليه القوة دي ما تكنسلش؟ دي مش دولت متساويتان في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه؟ واحنا قلنا، فاكرين ما قلنا ان الولد بيدف الطاولة كده بقوة 100 وده بيدفها بقوة 100، المحصلة بصفر. طب هنا ليش المحصلة بصفر؟ وقف الفيديو وفكر فيها، ليه محصلة القوة هنا لا تساوي صفر؟ ليه زوجية التأثير المتبادل قوتين محصلتهما لا تساوي الصفر؟ الإجابة لأنهما يؤثران في جسمين مختلفان. يعني اللي احنا خدناها قبل كده إن أنا عندي جسم واحد تأثر عليه قوة هنا 100 وقوة هنا إيش؟ 100. الاتنين بيؤثروا في جسم واحد، فالمحصلة بتاعتهم بالصفر لو على نفس خط العمل. لكن هنا الجسم الأول بيأثر في التاني والتاني بيرد عليه بقوة عكس الإيه؟ عكس الاتجاه. ده ملخص قانون نيوتن الثالث. طيب تعال نشوف بعض الأسئلة. هنا في مثال حلول اهو. استراتيجية حل المسألة اقرأها كده وحاول تفهمها، دي في الكتاب برضو. بيقول لك ان انت لما تيجي تشتغل على مسألة احسن حاجة ان انت ترسمها وتحدد كل القوى اللي بتأثر في الجسم. بيقول لي هنا عندما تسقط كرة كتلتها، هذه كتلة الكرة اهي ام، يكون تسارعها في اتجاه الأرض مساويا لتسارع الجاذبية. ما القوة التي تؤثر بها الكرة في الأرض؟ وما التسارع الذي تكتسبه الأرض علما بأن كتلة الأرض كام؟ 6×10^24 كيلوغرام. القوة التي تؤثر بها الكرة في الأرض والقوة التي تؤثر بها الأرض في الكرة. عاوزين نحسب أول حاجة القوة التي تؤثر بها الأرض في الكرة تساوي ام اي، الجسم المتأثر كتلته ام اللي هو كتلة الكرة في ايه، كتلتها 18/100 كيلوغرام، في التسارع 9.8 يطلع كام؟ 1.8 نيوتن. طيب احنا كده هنفترض ان انا دلوقتي عندي الاتجاهات، حطينا هنا الجيب بالسالب لان الارض تؤثر في الكرة في الاتجاه اللي هو الايش؟ لأعلى لأسفل كده. انا افترض ان هي الايش؟ الاحداثيات بتاعتي. طبعا انا ممكن انا افترض الاحداثيات، يعني اخلي كده موجب كده سالب كده موجب كده سالب. طيب بيقول لي عايز تحسب بقى القوة التي تؤثر بها الكرة في الأرض، نفس القوة على فكرة بس بإشارة غير،
يعني دي بالسالب ودي هتبقى بالموجب، لأن لكل قوة فعل قوة رد إيه فعل. طيب بعد كده عايز يحسب التصارع الـ A من خلال المثلث المشهور دوت، الـ F هتساوي M في إيه في إيه، فأنا عايز أحسب الـ A بتساوي الـ F على الـ A على الـ M، وعايز يحسب إيش تصارع الأرض. يبقى نحسب القوة المؤثرة في الأرض اللي هي نفسها القوة المؤثرة في الكرة 1.8 على كتلة الأرض اللي أنا عايز أحسب تصارعها. هيطلع التصارع زي ما أنتوا شايفين أهو، تصارع 2.9 × 10^5، رقم جدا 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 صغير، يعني أصلا يقول إلى الصفر تقريبا، يعني مرة رقم صغير اللي هو تصارع الأرض. طيب تعال نشوف بعض الأسئلة عند المسائل صفحة 115. ناخد المسألة رقم 28. ترفع بيدك كرة بولينج خفيفة نسبيا وتصارعها إلى الأعلى، يعني الكرة كده انت بترفعها كده الأعلى تصارع. ما القوة المؤثرة في الكرة؟ عايز القوة المؤثرة في الكرة ايه هي؟ يدك، انت بترفعها بيدك، قوة يدك، اليد او يدك. في قوة تانية بتأثر فيها؟ دي قوة يدك اهي. في قوة لتحت اللي هو وزنها اللي هي الجاذبية. طيب ما القوة التي تؤثر بها الكرة؟ وزنها، وزنها بتأثر بوزنها في حاجتين، في يدك والأرض، لأن يعني الأرض بتأثر عليها بقوة زي ما شفنا في المثال اللي فات، وهي بتأثر عليها بإيه؟ بقوة. طب ايش الاجسام بقى اللي بتأثر فيها هذه القوة؟ كل الاجسام اللي عندي، يدك والكرة والارض، هذه الايش الاجسام. حلها طبعا في الكتاب او في الدفتر ايه بترتيب بعد ما فهمت. طيب رقم 29، رقم 29، تسقط طوبة من فوق سقالة بناء، حدد القوة التي تؤثر في الطوبة. القوة اللي بتأثر في الطوبة هي بتسقط، يبقى ايش اللي بيأثر فيها؟ قوة الجاذبية الأرضية اف جي، وزنها الجاذبية. طيب وتلك التي تؤثر بها الطوبة، طب الطوبة تأثر بإيش؟ بقوة مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه، نفس القانون. طيب ما أهمال قوة الهواء، سقوط حر يعني. كلها مسائل سهلة جدا، أو مش مسائل، هو هنا إيش أسئلة يعني إيش فيزيائية فلسفية، بيحاول يتأكد من فهمك للقانون الفعل وردة الفعل. قذفت كرة إلى أعلى في الهواء، ارسم مخطط الحركة التي يمثل، طبعا مخطط الجسم الحر اللي هو القوى. فأنا لما أجي أرسم أدي الكرة أهي، وزنها لتحت وقوة رد الفعل الإيه لفوق، بس ايا كانت حركتها، لان اتجاه القوة ده الوزن على طول لأسفل، ورد الفعل لازم يبقى عكس الايه عكس الاتجاه. طيب مسألة رقم 31، الحقيبة ديت بيقول لي ارسم مخطط الجسم الحر. الحقيبة فيها حاجتين، وزنها بيؤثر لأسفل، يعني منيك تحط الحقيبة كده، وقوة رد الفعل بتاعة السطح دي هناخدها اللي هي القوة العمودية تؤثر لأعلى. مسائل كلها سهلة وبسيطة، خلينا ننتقل بعد كده بقى لقوة الشد.
قوة الشد في الحبال والخيوط. ما هي قوة الشد؟ ممكن ناخد قوة الشد والقوة العمودية باختصار شديد جدا، ويعني اختصار لا يخل بالمضمون، بس ركز معايا فيها. انا عندي قوة الشد يعني ايش؟ انا عندي جسم كده متعلق لكتلة معينة، وزنه بيؤثر لأسفل، قوة الشد دي بتؤثر لأعلى، ماشي. طب لو الجسم متزن، زي مثلا يعني حاجة متعلقة في حبل مثلا، زي الدلو اللي متعلق في الكتاب عندك صفحة 116، هيبقى قوة الشد تساوي الوزن. دايما انت عود نفسك على قانون الاتزان ده، طالما الجسم متزن ساكن يعني ما بيتحركش او سرعته منتظمة، هتبقى القوة اللي لفوق بتساوي القوة اللي لتحت، والقوة اللي على اليمين بتساوي القوة اللي على الشمال، اسمه قانون الاتزان باختصار شديد. وتعريف قوة الشد اهي، قوة التي يؤثر بها خيط او ايه او حبل، طبعا بتتقاس بالايش؟ بالنيوتن. طيب القوة العمودية نفس الطريقة، انا عندي اي سطح موجود عليه جسم كتلته ام، القوة اللي موجودة عندي هنا، وزنه لتحت، والسطح ده بيرد على قوة الوزن بقوة ردة الفعل، كل فعل رد فعل، بسميها القوة العمودية. يبقى القوة العمودية خطتها لما نيجي نخططها هنا كده، هي قوة تلامس يؤثر بها سطح في جسم آخر، وتكون عمودية على مستوى التلامس بين الجسمين. هذا باختصار شديد. برضو لو الجسم هنا ساكن في حالة الكولي، في حالة اتزان، هيبقى القوة العمودية بتساوي الوزن. هدول الحالتين بتوع قوة الشد والقوة العمودية، ده رمز قوة الشد، ده رمز القوة العمودية اف ان، ودي اف تي، يعني اختصر لكلمة تنشن فورس، ودي نورمال فورس، والاتنين بيتقاسوا بوحدة النيوتن. طيب تعال نشوف هنا بعض الأمثلة المحلولة. هذا مثال محلول عندي، اللي هو مكتوب عندك صفحة 117، بالفعل صفحة 117. طيب هنا بيقول ايه بقى؟ يرفع دلو كتلته 50 كيلوغرام، هذه كتلة الدلو، بحبل يتحمل قوة شد 525 نيوتن، هذه قوة الشد اللي يقدر يتحملها الايش؟ أقصى يعني حبل يتحمل هذه القوة، يعني لو أقل منها ينقطع يشتغل عادي، لو أكبر منها ينقطع الحبل. وبدأ الدلو حركته من السكون، وعندما كان على ارتفاع 3 كانت سرعته 3 متر على الثانية. فإذا كان التسارع ثابت، فهل هناك أن ينقطع الحبل؟ شوفوا احنا هنحل المسألة عادي، قوة شد نحسبها، وفي الاخر نعرف قوة الشد ديت مقدارها قد ايش. لو طلعت هي اكتر من القوة اللي بيتحملها الحبل، اكيد الحبل بينقطع، لو طلعت اقل بيتحملها الحبل عادي. طيب انا عندي محصلة القوة بتساوي ام اي، ايش القوة اللي بتأثر هنا في الدلو؟ الوزن لتحت، وايش قوة الشد لفوق. طالما في تسارع يبقى مش بيساوي بعض، يبقى خد بالك احنا قلنا ان قوة الشد بتساوي الوزن، فاكر من شوية، والقوة العمودية بتساوي الوزن لو الجسم في حالة اتزان، يعني تسارع بصفر، لكن لو في تسارع بنطبق القانون التاني بتاع الحركة.
القوة المحصلة اللي عندي هو بيتحرك لأعلى، يبقى قوة الشد هي الأول ناقص قوة الوزن بيساوي ma. طيب يبقى ال FT هتساوي، هودي دي هنا بالموجب اللي أنا عايز أحسبها قوة الشد، FG زائد ma. طيب ال FG اللي هي الكتلة بتاعتنا 30، يعني لما نيجي نعوض هنا نكمل المسألة هنا، يبقى قوة الشد بتساوي وزن الدلو زائد صح الام ايه. انا عندي الوزن عادي كتلته في جي، طب والام ايه كتلتها في التسارع. طب انا عندي التسارع هنا، قال لي التسارع ثابت بس ما حددليش مقداره، شوف فلازم احسب التسارع. ازاي نحسب التسارع؟ ركز شويه في المساله، مديني ارتفاع ومديني بدأ من السكون، يعني سرعه ابتدائيه بصفر، ومديني سرعه نهائيه، ومديني ارتفاع. طبعا هنا المسألة دي مربوطة الفصل الثالث بالرابع، علشان كده لازم نبقى فاهمين كويس ان العلم تراكمي وكلها مرتبطة ببعضها. هنطلع التسارع، احسنت، اللي قال بمعادلات الحركة. انهي المعادلة؟ المعادلة اللي هي بتاعت ايش؟ السرعة تربيع. فاكرين المعادلة ديت يا شباب؟ انا عايز احسب التسارع او ابدأ اعوض عادي. انا عايز احسب التسارع ده، ليه اخترت المعادلة دي؟ عشان عندي سرعة نهائية وابتدائية وعندي مسافة. طيب هيبقى هنا ال VF تربيع ناقص ال VI تربيع تديها بالسالب بيساوي 2 A دلتا دي. نقلت دي هنا كده بالسالب، انا هدف ان انا اخلي ال A لوحدها، هقسم على الدلتا دي على 2 دلتا دي، عشان احذف دي مع دي ودي مع دي، برضه لازم هنا اقسم على 2 دلتا دي. طيب يعني من القانون دوت هتصبح ان ال A تساوي في اف تربيع ناقص في اي تربيع على 2 دلتا دي. ال في اف تربيع بكام؟ ها ال في اف تربيع السرعة اللي وصل ليها 3، حط 3 تربيع، هو قال لي بدأ من السكون يبقى السرعة الابتدائية بصفر، على 2 الارتفاع بكام؟ 3، يبقى برضه نحط هنا 3. هنحسب التسارع، 3 تربيع على 2 في 3 ب6 يبقى 9 على 6. هتروح كاتب كده 9 تقسيم 6 1.5. خلاص طلعت ال A ب1.5 متر على الثانية تربيع. هتروح معوض بيها هنا، الكتلة بتاعت الجسم هنا نفسها، طب ممكن تاخدها عامل مشترك أصلا. الكتلة كانت بكام؟ الكتلة في المسألة 50، يبقى 50 9.8 زائد 1.5. زائد 9.8 ضرب كتلة الجسم بكام؟ 50، يطلع الناتج 565. طب هو بيقدر يتحمل أقصى حاجة كام؟ أقصى حاجة 525، يبقى إذا ينقطع الحبل، لأن قوة الشد اللازمة أكبر. يبقى هنا إيش؟ إيش اللي يحدث هنا؟ ينقطع الحبل، لأن قوة الشد إيش؟ أكبر. طيب تعال نشوف مسألة تانية.
المسألة اللي هي رقم 32 في كتاب المدرسة، بيقول لي وضعت معدات في دلو فأصبحت كتلته، يعني هذا الدلو أهو كتلته 42 كيلو جرام. نرسمها هنا أهو. الله، فإذا رفع الدلو إلى سطح منزل يتحمل شدا لا يتجاوز 450 نيوتن، يعني قوة الشد هنا اللي يقدر يتحملها 450 نيوتن، فما أقصى تسارع يتساوى مع هذه القوة أو يتناسب مع هذه قوة الشد؟ طبعا هنا وزنه الأسفل. طيب احنا قلنا حاجتين، لو الجسم بيتسارع يبقى القوة المحصلة بتساوي ام ايه، لو الجسم متزن يبقى القوة المحصلة بتساوي صفر. الجسم هنا بيتسارع يبقى القوة المحصلة بتساوي ايه؟ ام ايه. طب ايه القوة اللي بتأثر فيه؟ قوة الشد اللي بترفعه لأعلى، ناقص الوزن اللي للأسفل هيساوي ام ايه. طيب انا اقسم على ايش؟ على الام عشان عايز احسب الايه، فاصبحت الايه هتساوي اف تي ناقص الاف جي على الام. ايه اقصى قوة هنا يتحملها؟ 450 ناقص الاف جي اللي هو الايش، الوزن. الوزن بتاعي هنا بكام؟ بالكتلة اللي هي 42 في 9.8 على الكتلة اللي هي كام؟ 42. هيبقى التسارع هنحسبها بالحاسبة ونطلع الناتج عادي، 450 فكروني كده يا شباب، احنا قلنا 450 ناقص كتلة الجسم كانت 42 في 9.8 على كتلة الجسم اللي هي 42، تطلع 91 من 100. متر على الثانية تربيع. طيب هنا برضو مسألة رقم 33، بيقول لي حاول أحمد ولا سالم وأحمد، يعني إيش إصلاح إطار لكنهم وجدوا صعوبة في نزع الإطار عن الدولاب. عارفين الإطار والدولاب؟ يعني الجنط اللي هو الدولاب بتاع العجل وحواليه الكفر كده، هما عايزين يشيلوا الكفر هذا عشان يغيروه، يعني هما الاتنين سحبوه، أحمد سحب بقوة 23 وسالم بقوة 31، هما الاتنين طبعا مع بعض. عند هذه اللحظة قدروا يزحزحوا الإطار، فما مقدار القوة بين الإطار والدولاب؟ هي نفس القوة مساوية لها في المقدار ومعكس لها في الاتجاه، هتبقى تساوي 23 زائد 31. القوة بتاعة الدولاب والدولاب في الإطار أو الإطار في الدولاب بتساوي قوة أحمد زائد قوة مين؟ قوة سالم، هتساوي مجموع القوتين 23 زائد 31، هتديني هنا 54 نيوتن. طيب القوة العمودية نفس الطريقة، نفس الطريقة ونفس الإيش، لو الجسم متزن يبقى القوة العمودية بتساوي الوزن، لو مفيش اتزان يبقى القوة العمودية وأي قوة تانية ناقص الوزن أو زائد الوزن بيساوي ام في اي. بس هنا طبعا قلنا إن القوة العمودية بتساوي الوزن، ده تعريفها اهوت. هنا في ملحوظة مهمة، بل مهمة جدا أو هامة جدا، إن إيه؟ إن في الحالة الأولانية القوة العمودية هنا تساوي الوزن،
لان الوزن بيؤثر لاسفل القوه العموديه الاعلى. طب افرض انت سحبت لفوق بقوه والجسم ما بيتحركش، يعني انت بس بشادد كده، هيبقى الوزن الاسفل والقوه العموديه الاعلى وقوه الشد بتاعتك الاعلى، والجسم ستيبيليتي او متزن، هيبقى القوه محصله القوه بيساوي صفر. ايش محصله القوه اللي عندي هنا؟ القوه العموديه الاعلى زائد قوتي انا الشد الاعلى ناقص الوزن الاسفل، كل ده بيساوي صفر. يعني القوه العموديه بتساوي هذه تروح بالموجب اف جي، وهذه تروح بالسالب ناقص اف تي. يعني في هذه الحاله القوه العموديه بتساوي الوزن ناقص الايش؟ ناقص الاف تي. يعني القوه العموديه تطلع اقل من الوزن، لان الوزن مطرح منه رقم يديني القوه العموديه. طب لما تضغط عليه الاسفل هيبقى العكس، هتبقى القوه العموديه اكبر. ليش؟ لان انا عندي الوزن كده الاسفل، وعندي قوه الدفع بتاعتك لاسفل، والقوه العموديه لايه؟ لاعلى. فالقوه العموديه بتساوي مجموع الاثنين دول، حاله اتزان اهو، جسمه متزن اللي لفوق يساوي اللي لتحت. فالملحوظه دي مهمه وبتيجي في الخيارات كتير. طيب قبل ما نختم الدرس ناخد تطبيق على مثال، يعني ناخد مثلا مثال او اتنين. ناخد مثال 36 مثلا. تتدلى من السقف قطع الطوب مربوطة بحبل مهمل الكتلة، ومربوط بها من اسفل قطع الطوب اخرى مهمل الكتلة ايضا الحبل، ما قوة الشد؟ يعني عايز قوة الشد هنا، قوة الشد هنا. قوة الشد الأولى اللي فوق هتساوي وزن الجسمين، وزن الطوبة الأولى زائد وزن الطوبة التانية. ليه؟ لأن هو تؤثر لأعلى كده، قلنا اتزان، ودي تؤثر لإيش؟ الاتنين دولت يؤثروا الأسفل بوزنهم. طالما هو متزن خلاص، احنا قلنا القوة المحصلة بتساوي ايه؟ صفر، لان الجسم متزن. القوه المحصله ايش؟ القوه اللي هنا اف تي لاعلى، ودي الاسفل اف جي، ودي الاسفل اف جي، هيجوا هنا بالموجب. خلاص بكتب القانون ده على طول، قانون الاتزان، بحط القوه دي في ناحيه اللي فوق، والقوه اللي تحت لاسفل في ناحيه تانية، واطبق على طول. يبقى قوه الشد هنا بتساوي وزن ده وزن ده، هي لك الكتله. طبعا لو ما عندكش الوزن تضرب الكتله ام في ايه؟ في 9.8 برضو دي ام، وتسعة وتمانية من ايه؟ من 10. يعني اف تي هتساوي هنا كتلة الجسمين 5 في 9.8 زائد 5 في 9.8. طيب ونحسبها بالحسبة في الحالة الأولانية ديت. خمسة في تسعة 8 زائد 5 في 9.8 تطلع كام؟ تطلع 98. طب الحبل التاني، اي الحبل التاني اصلا بيشد الجسم اللي تحت ده، يبقى ام جي بتاعت الجسم اللي تحت بس، اللي هي 5 في 9.8، يعني نص اللي فاتت دي، يعني هتطلع معايا ب49 نيوتن. طيب مسألة تانية، ممكن مثلا ناخد 38 ديت على القوى العمودية. بيقول لي هنا يسلم صالح صندوقا كتلته 13 إلى شخص كتلته 61. يبقى الصندوق أهو، وصالح ده شايله كده، أو الشخص يعني ده كتلته 61 والصندوق كتلته 13. ما القوة العمودية التي تؤثر بها المنصة في الشخص؟ كتلة الاتنين دولت وزنهم الصندوق والشخص يؤثر لأسفل، فالمنصة بتؤثر بإيه؟ لأعلى. فيصبح إن القوة العمودية بتساوي وزن الإيه؟ الاتنين مع بعض. القوة العمودية هتساوي الوزن اللي هو ام في جي
طيب انا عندي ايش اللي هنا؟ عندي كتلة 2، 61 زائد كام؟ زائد 13. هذا الرقم كله مضروب في الجي اللي هي 9.8. طيب اقول 13 زائد 61، هذا الرقم 74 ضرب 9.8، هيديني 725 نيوتن. سبعمية خمسة وعشرين نيوتن، اديني فواصل في المسألة. احنا كتبنا تقريبي أصل 2، نيوتن. طيب في مسائل أخرى وننتظر منكم حلها، زي المسألة 37 مرتبطة ب36، زائد برضو بعض الواجبات اللي هتنزل على المنصة التعليمية اللي خاصة بينا في شركة آفاق التعليمية. نشكركم لحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.